مرحبا شباب، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا في كل اللي اشتركوا في قناتنا بالفترة الأخيرة، وإن شاء الله أنه يعجبكم المحتوى اللي بنقدمه. ومبروك للناس اللي ربحت معنا الجيفاوي، وهذا ما حيكون آخر جيفاوي لنا. كل فيديو سوبر سماش حتشوفوا فيه احتمال حيكون فيه جوائز، أو احتمال تكون مقاطع حلوة، مقاطع بتضحك، مقاطع لعب، أو ممكن نلعب إحنا مع بعض أنا وإنتو. إذا حدا عنده اللعبة ممكن يتواصل معي ونسوي فيديو مع بعض، ما في مشكلة. وفي هذا الفيديو راح ألعب سوبر سماش بطريقتي أنا، اللعب الأونلاين. أنا بحب أستخدم الطريقة المستفزة في الأونلاين، لأنه أغلب الناس بيلعبوا بشخصيات مثلا مثل كروم، مثل روي، الشخصيات المحترمة هاي اللي بتقاتل قتال، ألعاب قتال عادي. لا، أنا ما بحب هاي الشخصيات، أنا بحب الشخصيات المستفزة فقط. بلعب في كينج دي دي دي، بلعب في يوشي، أي شخصية ممكن تعصب لقدامي بلعب فيها. ففي هذا الفيديو إن شاء الله حأحط لكم هيك مقاطع لعب إلي وأنا بلعب وبستفز في الناس، وإن شاء الله تستمتعوا. بغلط نفس الغلطة وأنا بغلط نفس الغلطة. تعال يلا باي. مرة ثانية. لا، المفروض شغل له موسيقى حزينة عليها. تعال تعال، فيك خير، تعال. انزل انزل، ما هتطلع ما هتطلع. يلا انقلع. لا لحق يطلع، لا ما لحق. انزل. فيك خير، تعال. باي.